تنفيذاً لتوجيهات وزارة الموارد المائية لمعالجة الشحة المائية، تقوم مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء المقدسة إحدى تشكيلات الوزارة بتنفيذ هذه الإجراءات، ومن ضمنها أولاً الاستمرار بأعمال التنظيف للجداول الرئيسية والفرعية من رفع الترسبات، وكذلك تنظيفها من الأدغال والأعشاب المائية والقصب، وكذلك الاستمرار بأعمال تطبيق المراشنة من خلال شعبنا أو وحداتنا أو كوادرنا من خلال لجان متابعة لتطبيق هذا نظام المراشنة لتوزيع الحصص المائية بصورة عادلة، ولتطبيق الخطة الزراعية المقررة من وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة، وكذلك لتأمين وصول المياه الخام للإسالات الموجودة على الأنهر والجداول الرئيسية الغير خاضعة للمراشنة، وكذلك الاستمرار بأعمال فتح الاختناقات اللي تحصل بالمنشآت لجداول المحافظة، وأيضا العمل مستمر وبصورة دورية لتنظيف الجداول من نبات الشمبلان، وأيضا توجد إصابات صيانة دورية لزهرة النيل. رئيس مهندسين أقدم عبد الأمير رشيد صالح، مديرية الموارد المائية كربلاء المقدسة.